أعدت لما لينا وبالوعد وفيت لينا وبالحرب ما تركتينا. إلى بر الأمان حملت المنحة الكويتية عائلة أبو محمد أبو دية بتجسيد حلمهم، فرحة كبيرة عجزت كلمات القاموس كلها عن وصفها لأسرة عاشت التشرد والنزوح لأكثر من عامين، واكتملت فرحتها اليوم بتسلم أموال المنحة الكويتية لإعادة بناء منزلهم من جديد بعد أن دمره الاحتلال بالحرب الأخيرة. اليوم أنا حابني مستقبلي ومستقبل أولادي وحلم أولادي، واليوم حيكون أسعد يوم أنا في حياتي لأنه حبدا حجر الأساس، وبتمنى كان الأمير الكويتي أنه أخذ البركة منه أنه حط حجر الأساسي عندي في منزلي لأنه هو سبب في إعادة منزلنا. فالمنحة الكويتية التي أقرت بمؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة عام 2014 نفذت، وسيستفيد منها نحو 2000 أسرة فلسطينية. فقد أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق مفيد الحسينة عن صرف مخصصات الدفعة الأولى من المستفيدين وسط ترحيب وفرحة كبيرة وتثمين رسمي بالمواقف الكويتية الإنسانية الكبيرة. نحن نقول أنه يعني الكويت دائما لها يد بيضاء وتقدم الكثير. المنحة الكويتية اليوم شيء مهم جدا، الناس بانتظارها. اليوم عندما تتحقق هذه المنحة تصبح حقيقة واقع، يعني تغيث آلاف الأسر التي تعاني جراء الحصار الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مواقف إنسانية كويتية عاشها الفلسطينيون كانت ولا زالت داعم أساسي لاستمرار صمودهم أمام الاحتلال والحصار والحروب الإسرائيلية المتعاقبة. فاليوم الكل الفلسطيني يطالب كافة الدول العربية بالوفاء بتعهداتهم المالية، أسوة بالكويت التي قدمت 200 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى تنفيذها مشاريع تنموية حيوية كبيرة. بكل تأكيد تنفيذ المنحة الكويتية سيمد أكثر من 2000 أسرة فلسطينية بالحياة والأمل بعد عامين من النزوح والتشرد. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين.